التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية تقوم دائماً على حاجتين، تقوم على القوانين اللي تنظم التغطية الإعلامية والممارسات. على مستوى القوانين لاحظنا أنه تقريباً أول مرة من سنة 2011 على المستوى القانوني والمؤسساتي غياب هيئة التعديل، وعندما غابت هيئة التعديل اللي كانت تعطي تنبيه وتعدل المضمون الإعلامي السمعي البصري في الإذاعات والتلفز والراديوات، عوضتها هيئة الانتخابات. وعندما عوضتها هيئة الانتخابات فأنه كان القوانين اللي تعتمدها لمعاقبة بين ظفرين كل خطأ مهني أو كل تجاوز أو سمته الهيئة الانتخابات جريمة انتخابية يكون بالـ 54، يكون بمجلة الاتصالات ومجلة الجزائية، وبالتالي أبواب السجن مفتوحة على الصحفيين على خلفية أخطاء مهنية. اليوم بتسليط القانون المرسوم عدد 54 يلقى الصحفي في وضعية صعبة ووضعية مخترة للقيام بدوره. اليوم قاعدين عنا 5 إعلاميين وصحفيين في السجون، عندنا 6 أمناء عامين للأحزاب في السجون، عندنا أكثر من 300 مواطن يحاكمون من أجل تعبيرهم على رأيهم في وسائل التواصل الاجتماعي طبقا للمرسوم 54، من اللي يخلي الصحافي اليوم في معناه وضعية صعبة ومخيفة ومخترة للقيام بالعمل متاعه. من المفروض في هذه المحطة الانتخابية وقبيل هذه المحطة وأثناء الحملة الانتخابية يتم تنقيط المناخ، يتم على الأقل إطلاق سراح الصحفيين، يتم تعديل المرسوم 54 أنسحبه تماما، يتم إطلاق سراح المساجين السياسيين، وليتنافس المتنافسون، وليقوم الصحفيون بدورهم، وليقوم المجتمع المدني بدوره. العاد أنه في سياق انتخابي يتم التنفيس شوي، يعني يتم فتح المجال ويتم أيضا الابتعاد على السياسات الزجرية خاصة. اليوم في ظل هذا الوضع الصعب جدا، وفي ظل عدم النفاذ للمعلوم، وفي ظل التهديدات الموجودة، ندعو زملائنا لعدم الخوف، وندعو زملاتنا وزملائنا إلى القيام بدورنا الرقابي وبالقيام بدورنا الصحفي، لأنه هذا حق المواطن مش حقنا أساسا. بالنسبة لنا كصحفيين نحن ندعم وندافع على حق المواطن، اللي بالفكر المواطن دفع لنا في يوم ما ويظل يدافع علينا اليوم، وسندافع على حقه في إعلام نزيه حر وتعددي يعطي المعلومة بدون تقريبا توجيه وبدون دخول في البروباغندا أو البروباغندا المضادة. اليوم كل من تراوده نفسه أنه ينقد عمل الهيئة، هيئة الانتخابات، يكون عرضة إلى التشكي والتقاضي، مما يجعل اليوم الوضعية قبيل الانتخابات وواقع الحقوق والحريات واقع مخيف. ونقول هناك تضييق على كل معناها العمل المدني والسياسي والصحفي، مما يخلينا نتوقع أنه الانتخابات أو نشوف أنه الانتخابات ليست لن تكون بتلك الديمقراطية والنزاهة والشفافية اللي يجب أن تكون عليه.